حينما أجلس لصلاة الفجر وأستمر لصلاة الشروق، تلازمني كثير من مسببات انتقاض الوضوء. هل أقوم وأجدد الوضوء أو بماذا تنصحونني؟ وهل يؤثر ذلك على الاعتكاف حتى الشروق؟ ما مانع أن تقوم وتجدد الوضوء، لكن الجلوس والذكر لا يحتاج إلى وضوء. الحمد لله. لكن الوضوء أحسن وأكمل. نعم شاء الله. وإذا أرادت أن تصلي الركعتين اللتين في ختام الجلوس بعد ارتفاع الشمس فلا بد من الوضوء. وكذلك صلاة الظهر.